الحديث عن الدربية يقودنا للحديث عن عدة لقاءات كانت مثلا وفاق سطيف، أهلي برج بحر الريد، شباب الوزداد، مدينة وهران، شباب القبائل، مدينة الجزائر. لما كان يلحق الوقت على المباراة بأسبوع أسبوعين تحس باللو شارم هذا، تعيش الحدث، تعيش الحدث. الدربي وكأنه لا حدث، دار البيضاء ومن بعد برمجة في آخر هذا الملعب، خمسة جويليات، ثلاثة ثلاثة، انتهت المباراة وخلاص. يا أخي زكريا، شوف الحديث عن الدربي يعني الحديث عن الجمهور. قبل ما نحكوا على الميدان نحكوا على الجمهور. راك قلت انت باللي سمانة ولا أيام قبل المعاقل الأنصار تعيش الحدث، كاش مظاهر الدربي. صح، سواء في وسائل الإعلام نسمعوا باللي راح يلعبوا، ولا في مواقع التواصل الاجتماعي حاليا. وزمان كانت يتعلقوا الإعلامات، يتعلقوا في الشوارع، في معاقل الأنصار الهضرة تكثر قبل دربي. المدرجات اليوم، أنا النقطة اللي لازم نسألوها ونهضروا عليه، علاش مدية الجزائر كان إصرار للعب في ملعب خمسة جوليا؟ رغم أنه إدارة مركب خمسة جوليا كانت علمتهم باللي الملعب ما راحش يكون ملعب، راح يكون نصف مدرجات. المدرجات ما راحش تكون كامل، اللي تحتها كامل ومغلوقين. حاجة أدي حاجة الأولى، كنا نتمنى ونشوفوا ملعب كبير و مملوء، مملوء في خمسة جوليا ما كاش. كنا نتمنى مثلا مع فكرتك في أشغل المكتب الفيدرالي الفارط، طرحوا فكرة يلعبوا في براقي. قال لك نلعبوا في براقي، شنو نبدو صورة في التوقيت. حاجة تانية تحدث عليها الشيخ حسدين، التوقيت. يوم تولات الناس تعمل، قال بنا بيتعمل، وزيد على الثالثة. حتى اللي يعمل ما يلحقش باش تلعبوا على الثالثة. ما هل خصوصا ما ديك شراء التذاكر كانت إلكترونية. هل شراء التذاكر هي حاجة مليحة تشريها إلكترونية، لكن مازال ما تشوفش الثقافة. بصح ماشي في هذا الماتش. لو كان تجربهاش درك ماتش صغار. وتطلع. تكي تحكي لي الدربي، شكون اللي يروح الاصطاد على بالنا؟ في ام عينه. ما لازمش تبدا بها، بدا ماتش صغير ترسخ الثقافة، خليها في لي ماتش تاع ليكيب ناسيونال سواء المحليين او المنتخب الاول، ومن بعد عاود نروح للمباريات الأندية والدربيات. الدربي اليوم نقولوا ما كاش دربي، الدربي كان يتيم اليوم بلا الجمهور تاعو.